طيب ناخد الاستاذه نورهان من المنوفيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدكتور معاك يا استاذه نورهان. ماشي حضرتك يا دكتور. نعم. عندي 26 سنه. شاطره. ومخلفه 3 عيال كيسروا وكده. بس جت لي بقى في يعني على العيل معايا جه 6 شهور. بس إيه؟ من قبل ما هو ما يجي اصلا بيجي له دوخه كده كتير، على طول بيجي له دوخه برقبتي من ورا. من امتى؟ نعم يا دكتور. الدوخه دي من امتى؟ لا الدوخه دي على طول مستمره، وكانت جايه لي من يومين ما كنتش بقدر اتحرك خالص، ومغص ورقبتي من ورا كده بتوجعني وجع شديد قوي، بس الدوخه على طول مستمره. الدوخه لها علاقه بالحركه؟ لا 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 لا، ده هي ساعات بتيجي لوحدها كده فجأة واحدة، بقى يعني مثلا قاعدة والاقي ان هي وهم بص كده الاقي دوخة مرة واحدة، حتى عملت نظر كويس. طب ثواني بس. ثواني. نعم يا دكتور. الدنيا بتلف بيكي ولا انت اللي بتلفي؟ حاسة ان يعني دوران ولا دماغك مش مظبوطة؟ لا لا، ده انا بحس ان انا بشوف مثلا لو انا شايفة الباب دي بحس ان الباب دي فوق في السقف، يعني دوخة شديدة. ولا تشوف الباب اتنين بابين؟ لا الباب لا لا لا، بحس فوق يعني لما بيجي لي دوخه شديده بحس ان انا مش قادره اقوم من مكاني ذات نفسي. طيب قست الضغط وقتها او السكر؟ لا ضغط وسكر تمام، مفيش معلش الكلام ده خالص. اثناء اسمعي، اثناء ما الدوخه بتجي لك، طب ضغطك كام الطبيعي اللي انت بتسيه عادي كده بيطلع كام؟ ضغط مش فاكره والله، هو كويس يعني بكل 70 على حاجه، بس هو على طول كويس. ما عنديش يعني حاجه اسمها كويس دي، انا عايز رقم. طب انا مش والله انا فكره يعني هو يعني 170 مثلا 110 على 70 مثلا. اي اي اه يعني هو بيبقى اللي انا قيسه كده جوه على طول تقول له مظبوط. وزنك كم كيلو؟ وزنك كم كيلو؟ وزني 74. وطولك؟ وطولي 157. يعني مليانه شويه. مليانه شويه بقى، بس برضه كيساني بس على طول. الدوره منتظمه؟ الدوره منتظمه؟ لا الدوره لا، ما يعني ما جاتليش بقى لها من ساعه ما برضع الواد دي على نضيف يعني. بقى لك قد ايه بترضعي؟ 6 شهور. وانت بس اللي من قبل ما معلش يا دكتور، بس قبل ما اخلف وهي الدوخه دي بتجي لها اصلا يعني على طول مستمره يعني. انا فاهم والله، انا قلت انا داخل عشان اشوف الوضع ايه. عرفت نسبه الهيموجلوبين بتاعتك كام؟ بتقول يا دكتور معلش. طيب خدت ادويه ايه للدوخه؟ والله خدت اللي هي النقط كده مش عارفه اسمها، كورتيزول حاجه زي كده. لا ده عشان يرفع لك الضغط، كورتيزول. فكرتينا بأيام المستوصفات. عارف كنت بكتبه سنة كام ده؟ سنة 82. يا 1982 ولسه موجود لغاية دلوقتي؟ ما ده شغل الأرياف أصلا. ومعلش يا دكتور، عارف الميكروباظات أحلى شغل. ومعلش يا دكتور سؤال بس تاني. لا استنى استنى هنا، استنى يا أستاذة. نعم. الكورتيزول بنديه أما يكون الضغط منخفض. أنت ضغطك منخفض؟ لا لا هو مظبوط، بس انا مش كفايه عليكي كده بقى، احنا بس هنعمل لك الدوخه. معلش يا دكتور بس ثانيه واحده، اللي الرقبه من عند الرقبه من تحت الدماغ خالص ديت بتوجع، هل انا في مخ واعصاب ولا هي ممكن الرقبه ممكن الرقبه تجيب دوخه فعلا. بس ممكن اروح مخ واعصاب ولا عظام؟ طيب خلاص اقفلي بقى، شكرا جدا. شكرا شكرا استاذ نوران، خليكي مع الدكتور. لا مش محتاجه، انا مخ واعصاب ولا حاجه. عم رجب رجع تاني. طب حاضر بس ارد عليها. طيب هي دلوقتي حضرتك من ضمن اسباب الدوخه اللي موجوده او الدوار في اسباب متعدده، في اسباب عامه واسباب خاصه. الاسباب العامه مثلا انيميا مثلا، السكر، انخفاض الضغط او ارتفاع الضغط، ممكن مثلا حاجه تؤثر على الكبد، حاجه مأثره على الكليتين، وظائف اقصد وظائف. ممكن احيانا التهابات ويصحبها بنسميه الماليز، او يعني يحس انه مريض في حد ذاته، او ارتفاع درجه الحراره. دي امور عامه ممكن تعمل بعض خلل هرموني يعمل هذا الدوار. في حاجات تعتبر موضوعيه او قريبه من الموضوعيه زي النظر اللي هي عملته، زي السمع، التهاب في الاذن الوسطى، التهابات محدده حوالين الراس والجمجمه وكده، الشد العضلي اللي في الرقبه او الغضاريف بتاعت الرقبه نفسها. تمام. ده يعني بوجه عام. الاسنان ايضا ممكن تعمل صداع بس مش اكتر دوخه. فهي دلوقتي هتعمل اشعه
عاديه رخيصه، ممكن مثلا الفيلم ب 15 20 جنيه على الفقرات العنقيه، امامي خلفي وجانبي. اما تطلع هذه الفقرات العنقيه هيبان هل في تمام. تشنج في عضلات الرقبه. لو في تشنج في عضلات الرقبه يبقى هندي حاجه بسيطه جدا وتتحسن. لو في هناك تآكل في الفقرات او حاجه في سن 33 سنه وده غير وارد قوي، فبرضه هيبقى له علاج طبيعي او ما الى ذلك وبعض الادويه المسكنه. في الفتره من هنا لحد ما تعمل الحاجات دي هتاخد دواء اسمه بيتا سيرك. تمام. البيتا سيرك ده هتاخد منه حبايه 8 مللي جرام، حبايه مرتين او 3 مرات في اليوم. من اول حبايه المفروض تتحسن ان شاء الله. في ادويه اقوى منها بس لها اثار جانبيه اكثر من البيتا سيرك ان شاء الله. ممتاز ممتاز.